انفجار في مدينة الباب، توجهنا إلى المكان قرب دوار 8 آذار. لا يوجد شهداء الحمد لله، يوجد 3 إصابات وتم نقلهم إلى المشفى. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن جهاز الشرطة العسكرية في مدينة الباب، أخوكم أبو زيد، في تاريخ 5/3/2019 أمام جامع الرحاوي حدث انفجار موتور مفخخ. سرعان ما دخلت قوى الأمن الداخلي والشرطة العسكرية وتم تطويق المنطقة طوق أمني، وتم تفتيش جميع الدراجات النارية والآليات المركونة في نفس الشارع خوفا أو تحسبا من أي حدوث انفجار آخر. والحمد لله لا يوجد شيء، والإصابات الحمد لله خفيفة، والله يشافي جرحى بإذن الله عز وجل.